شلون لك خطه والدفاع حمزاوي والكره بعيده على مرمى الحارس سمر. محاوله دفاع يا بقوه كبيره ولكن فوق مرمى الحارس سمر. من هناك الى الجهه اليسرى التحضير التسديد القويه والعارضه او القائم الايمن لمرمى الحارس سمر. من زرداب بقوه كبيره واحده من الحلول التسديد من بعيد من زرداب تمويه من يايا الكره بالقائم بقوه كبيره وصاروخيه. جاءت صافرة الحكم السيد حواسنية لتعلن عن نهاية 90 دقيقة بين الفريقين بدون أهداف. صالحي بالقسمي المرور مع الدور يتمكن من الوصول إلى شباك شبيبة جيجل بهذه الكرة في الوقت البدل الضائع أو الشوط الهدف الأول. ها هي البينية انطوي فوق الحارس سمر في القائم ومنه إلى الشباك بالقسمي مرور والبينية الممتازة متأخر الدفاع. القائد بوزار راح يلعب داخل منطقة العمليات الدفاع يخرج بقوة كبيرة تعود من جديد لمصلحة شبيبة جيجل بهذه الكرة تقريبا الأخيرة. الفرحة الكبيرة الأولى الدفاع يرجع ثانية وبعد ذلك في الشباك عن طريق أعتقد زين رقم 17 اللاعب البديل أيضا كوتشينغ رقم 17. حمزاوي في مواجهة سامر، حمزاوي يستعد ويسجل بقوة كبيرة في الزاوية الصعبة والبعيدة في سقف المرمى. وسط الميدان، لاعب وسط ميدان بونويوا يستعد. أوه! الرحماني يعلن عن نفسه بأنه حارس كبير وتضيع كرة أخرى ويمنح الأفضلية ويمنح كرة التأهل للموب لصالحي. صالحي